أطيب تبسي باذنجان عراقي لأصحاب الدايت على طريقتي بزيت الزيتون راح يعجبكم. أضيف 400 غرام لحم غنم مفروم، أضيف البهارات الموجودة قدامكم على الشاشة، أضيف حبتين كبار بصل مفروم ناعم، أضيف تقريباً 3 حبات من الطماطم المفرومة ناعم. هسه راح أضيف 2 ملعقة كبار معجون طماطم، بس أقلبها، أضيف رشة من الملح. جهزت عندنا خلطة اللحمة والباذنجان، شويته بالفرن بزيت الزيتون موجود عندي الفيديو بالصفحة. هسه البطاطا قطعتها شرايح وتبلتها بالملح وملعقة من زيت الزيتون، شويتها شوي بالفرن وحتى ما امتصت زيت الزيتون. شوفوا شلون دايبة، اتجنن. راح ارتب الطبقات، اول شيء اللحم وبعدين اضيف عليها البطاطا ومن بعدها اضيف الباذنجان، واجهز صلصة بس حتى شوية تتجانس المكونات. هي عبارة عن ملح وشوية مي وعصير ليمون حامض ومعجون طماطم، وياريتكم جيراني وتتغدون وياي.